الجديده بنات من كده اول بدا نقول ليش شعورك شنو انت يعني بيك السنين دي ومدرستك الابتدائيه؟ والله شعور ما بتوصف وبجد ما اعرف اقول لك شنو، لكن انا حسيت بالدموع خلاص يعني اختصرنا زمن كده من عمرك الدلي مهم ومؤثر شديد. انا المدرسه دي طلعت منها طالبه وجيت دخلتها الليله، يعني الفتره دي كلها ما حصل جديد هنا تاني ما جيت انا طلعت منها ومنها اتنقلت مدني، قريت الثانوي العام وبدايه العالي في مدني، وكانت اخر مرحله اول مرحله لي في الخرطوم هنا اللي هي الابتدائيه كانت في المدرسه دي. تتذكر منو كان من المدرسات؟ بتذكر استاذه عزيزه الجعلي المديره بتاعتنا والسيد ايفليم، وبتذكر سيد اسمى، وبتذكر صاحبتي كولا وصاحبتي اميره محمود. متواصلين لحد هسه؟ حامد حرقاس بتذكرها. انقطعت بيهم الحياه. كلهم نتزوج وكلهم يلدوا. طيب رايك شنو يعني نحن نمشي فصلك؟ ده طبعا فصلي. كانت ايام جميله وكان ايام البراءه والطفوله وتذكر هنا نحن لما عندنا النشيد بتاع الغطس، لما نقول النشيد بتاع الغطس ده يعني ما تتخيل الحماس اللي كنا بنقول له نشيد الغطس ده بالفرحه وب يعني نشاط وكلنا يعني بصوت واحد، يعني الفصل ده لما نقول النشيد ده بصوت واحد كده دي والله ما شاء الله. من المدرسه دي انا بديت اشارك في الدورات المدرسيه وبديت ألحن في الأناشيد، يعني دايما بشيل الألحان بتحت الأغاني وبنقوم ندخلها في شنو؟ أيوه في الأناشيد، وكنا بنلحن بها الأناشيد بتحت ال اسمه شنو ده؟ المغرر أيوه. فدي كانت أجمل أيام لي أنا في طفولتي، كانت في المدرسة دي. كنا نطلع من المدرسة هنا يعني نمشي برجولنا لحد الزلط، نركب المواصلات عشان أنا أمشي بيتنا، والأستاذة بتوصلنا كان لحد الزلط. ندى يعني انا شايفه الذكريات كلها تداعت وحتى الحاجه دي انا حسيت بها ونحن داخلين على المدرسه، انت العبره مسكتك وكنت عايز تبكي. فشعور شنو زي ده لما تخش المدرسه فتره طويله من السنين انت ما دخلت المدرسه، انقطعت بيك الحياه في محتركاتها وفي مشاغلها، لما تقوم تلقي روحك اختصرت السنين دي وانت راجعه لورا ولقيت روحك لسه في الحته اللي كان فيها ندى ببراءتها وباحلامها الاولى. انا الشيء اللي كان مأثرني اكثر حاجه انه طلعت المدرسه طلعت طالبه. طلعت طالبة وجيت أم ومطربة، فده كان يعني مأثرني أكتر لأنه طلعة واحدة ما رجع حتى ما رجعت تاني. مشيت اتنقلت وقريت في مدني في مارنجان حلة حسن وفي بركات، جيت الخرطوم هنا دي برضه وصلت جزء من الدراسة بتاعتي بجاي، فما رجعت المدرسة دي. لكن عشان صاحباتي وكنا يعني بنتلمى، وكنا نتذكر كان عندنا أغنية هنايا اسمه شنو ده بنقولها لما تكون الامتحانات دخلت علينا، بنقعد نقول بيني وبين الامتحان فضل أيام بسيطة وبنقضيها في الكلام ولا والونة صوت. ندى من الوقت ده مهمتك الفنيه اتفتحت ظاهر على من المدرسه. يلا شنو كنا يعني نقعد نغني الاغنيه دي، نتذكر شنو نتذكر يعني خلاص عندنا الايام الاخيره دي ضغط جديد. وعلى فكره الاغنيه دي غنوها اظن احنا ساعتها كنا قاعدين نغنيها ما تزعلي. الاغنيه دي كان باين على النشيد الوطني كان بتاع يلا شنو كنا يعني نكون مضغوطين شديد، كنا امتحانات داخله خلاص ما حنتلاقى ثاني الا السنه الجايه، يعني الا نمشي، لكن ما زي لما المدرسه نتلاقى مع بعض كل يوم في المدرسه. في الفتره ديك بدات يا دوب يعني حسيتي بانه الفن جوا ندى ابتدى يعني يزهر كده ولا ما كان عندك لسه؟ لا انا ما كنت مفكره يوم من الايام اخد، ولا كنت خطط في راسي انه ممكن حكون مطربه. يعني ما خططتها ولا فكرتها ولا كانت هوايتي. لكن تقول شنو اراده ربنا سبحانه وتعالى، راد انه انا اكون كده. فكنت يعني دايره اواصل في التعليم بتاعي، كنت اتمنيت انه اكون طبيبه.
دي أمنية الوالد إنه أنا أخش مجال الطب، لكن أنا إنسانة مؤمنة بإنه الإنسان من يوم هو يعني ولدوه عنده ربنا مسطر له أشياء في حياته لازم هو يعمله. الإنسان مخير وليس مسير، فكل إنسان ما يعني بيتمنى هو يعمل حاجات في حياته، لكن طبعا والله بعد ذاك إحنا ما عندنا فيه رأي. عارفة يا ندى، إحنا في الزيارة دي كان بزيارة ذات حناني، وتخيلي انسب وقت انه غني بنظره ذات حناني لمصطفى عمبو. نسمع ندى القلعه وبنظره ذات حناني. كلمة ذات